ونسبة الحد أشار النقطة التالية إلى عداش بالوكيل الحصري والوحيد لأكاديمية أباكس ليبيا المنطقة الجنوبية. عدة مدن ليبية من الشرق إيجابي على الطلاب وسير العملية التدريبية والإقبال على البرنامج والتعريف أكثر بالبرنامج. إحنا يعني فوق الخيال وزرنا المراكز وبرضه كان الطلبة كان مستوى بتاعهم جيد. البيان أباكس أكاديمي طبعا هذه تشمل على 5 مراكز وتحتوي على عدد 105. تم استضافة أو تم تدريب 12 مدرب والحمد لله بفضل الله بدينا برنامج أباكس أكاديمي للمستوى الثاني والثالث بإذن الله للفصول المتقدمة. عندنا 18 مدرب و 135 طالب بالنسبة للمركز في الحال في وكالة البيان طبعا داخل الوكالة وذلك للرفع من المستوى دعم الوقوف على أي مشاكل تكون عاقب لتقديم البرنامج هذا. أنت كنت خارج الموضوع كنت تنظر في الحواريات اللي صايره. في اجتماعنا اليوم بوكلاء المنطقه الجنوبيه ووكلاء ليبيا عامه حددنا موعد للمسابقه الوطنيه والمسابقه المحليه في مدينه الجنوب في ركن الجنوب هنا حددناه باذن الله في شهر 10 القادم تكون المسابقه حوالي حيتسابق اكثر من 400 معنا طفل وطالب محاول مستويات العدة في الأباكس أكاديمي. احنا ان شاء الله نتطوق ونتطلع الى المسابقة الدولية ان شاء الله وفي شهر احنا كنا في شهر اكتوبر القادم هي المسابقة المنطقة الجنوبية وفي شهر 11 القادم بيكون المنطقة الشرقية واحنا ان شاء الله على مستوى ليبيا في مدينة زيتون يكون المسابقة الوطنية رقم 2. احنا عددنا مسابقة وطنية العام الفائت حتى هو في ديسمبر في 28 ديسمبر 29 ديسمبر. وكان البرنامج يعني شيق جدا. احنا دربنا الحمد لله حوالي أكثر من 3000 طالب على مستوى ليبيا من فترة 2018 إلى حد هذه اللحظة ومنحنا أكثر من 2500 شهادة إتمام مستوى للمتدربين الذين أتقنوا التدريب بنسب عالية. الصراحة أنه هو المكان الأكثر نجاحاً في الجنوب الليبي هنا إقبال غير عادي على هذا البرنامج. نقولوا إحنا كل المناطق عندها الإقبال الكبير وكذا لكن هم ممكن استفاقتهم التدريبية كانت متقدمة علينا إحنا شوي. الغرض من هذا الاجتماع اليوم هو متابعة لسير العمل التدريبي داخل المراكز والوكالات وأيضا كذلك النقطة الأهم في هذا الاجتماع هي تحديد البطولة الوطنية للأباكس أكاديمي على مستوى المنطقة الجنوبية. كهذا أهم نقطة احنا ناقشناها اليوم وكذلك ناقشنا عملية البرنامج التدريبي كيف بتفعيل البرنامج التدريبي ومتابعة المدربين وأيضا كذلك وضع آليات ناجحة للتواصل مع أولياء أمور المتدربين الموجودين عندنا في المراكز. فحقيقة كان اجتماع ناجح. احنا دورنا كوكلاء نحثوا أولياء الأمور أنهم يشجعوا أبنائهم ويدخلوا لهذا البرنامج لما فيه من فائدة لتنمية مهارات الأطفال من ناحية خصوصا العمليات الحسابية. يصبح الطفل عنده مدارك وعنده جرأة عنده نباهة في خصوصا في قدرة الرياضيات عمل الحسابية. يصبح الطفل كأن عنده آلة حاسبة موجودة معه في أي وقت. لذلك هذا داعم مشغل الرياضيات بس يصبح عنده حتى في المواد التالية يصبح عنده نشاط وعنده وعي وعنده ذكاء وعنده تخيل بشكل كبير لأنه عملية تدريبية وليس عملية تعليم.